التغييرات الكونية التي تجعل من المواطن المغربي متشبثاً بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم مع الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء كما جاء في تصدير الدستور 2011. والقول أن يشهد الدين في المسجد للجميع، وهذه المسألة حسمت من طرف الأمة المغربية. فالملك هو رئيس الدولة وهو أمير المؤمنين، ولا يزايد أحد فيها عن أحد. والمذكرات التي تلت سواء من الأمانة العامة أو من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحث السادة الخطباء على الالتزام بالإيجاب في الاستحقاقات الانتخابية لا برهان قاطع. السادة الفضلاء، الغاية الكبرى من هذه المسابقة كما لا يخفى على كريم علمكم هو ما أشارت إليه الأمانة العامة في المذكرة 18-18، وهو دعم جهود الخطباء في الحفاظ على الثبات الديني للمملكة ودورهم الفعال في الحفاظ على الأمن والأمن. وإن نثمن هذا الاعتراف وهذا الإشهاد من الأمانة العامة بأن هناك جهوداً تبذل من طرف الخطباء وأن دورهم كبير في الحفاظ على الأمن والأمن. وعلى ذلك أيها السادة العلماء، أريد منكم أن تقفوا معي على أمر جد مهم وهو كالتالي. جاء في النصوص في المادة الخامسة الشرط الخامس أن يثبت الخطيب قدرته على التغيير والإقناع والتأثير الإيجابي. المذكرة أيها السادة لم تقف عند هذا الحد، بل أضافت عبارة في المسجد ومحيطه. وهذه دعوة إلى الرقي بدور الخطيب الذي لم يعد مطلوبا منه أن يكون قارئا للخطبة فقط، بل أن يتفاعل ويؤثر. والتأثير ضبط بالإيجابية، وكأن هناك خطباء يؤثرون سلبا وهؤلاء لم يعد. وهذه الإضافة أي المسجد ومحيطه دعوة من المؤسسة العلمية إلى وجوب الانفتاح المحيط الخارجي وجوب شرط. وهذا الأمر أيضا يسائلنا نحن رؤساء المجالس العلمية عن مدى تيسير سبل فتح المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الأدوار الإشعاعية أمام خطباء الأمة ونواب أمير المؤمنين على المنابر. أيها السادة الفضلاء، جائزة الخطبة المنبرية في مناسبتها لا تعد محطة فقط للتباري بين المترشحين، وإنما هي دورة تاريخية لتجديد نشاط المجالس العلمية ومعه الخطباء في تحفيزهم أكثر إلى الأخذ بالضوابط الموضوعية والمنهجية ومراعاة أساس التقريب والتحفيز وتجنيب المنابر الفتوى والمعارك السياسية الهامشية والأخذ بالضوابط الصناعية ووحدة الموضوع والفكر. أيها السادة الفضلاء، بعد التنسيق معكم والتشاور وردت إلينا مقترحاتكم، وهي التي تمت برمجتها في جدول الأعمال وصنفت إلى في محورين كالتالي. إذن سنركب على دراسة نقاطه. ينصب أولا حول مسابقة جائزة المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية، ويتضمن هذا المحور دراسة ما يتعلق بالترتيبات اللازمة لإجراء مخاطبة لإنجاز المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية، ثم دراسة ملفات المترشحين للمسابقة الوطنية والتنبيهية والتكريمية الإدارية، ثم كذلك دراسة ملفات المترشحين للمسابقة التكوينية للمدينة والبلدية مع الأخذ بعين الاعتبار 10 مترشحين على الأقل في كل صيف. رابعاً من التنظيم. أما المحور الثاني فينصب على التنسيق الجهوي، فهناك نحن مطالبون باقتراح أنشطة جهوية مشتركة، لقاءات مسؤولية، دورات تكوينية، أيام دراسية،
ندوات ثم اساسا تقييم ما تم انجازه في الاعمال لا بد من ان تكون لدينا صوره تعكس ما تم انجازه.